السلام عليكم ورحمة الله. دكتور معز الدين، حضرتك عندك شرائح العرض؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ ماجد. أستاذ، نعم 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 موجود، بس أنا بحاول أعمل شير سكرين بس مش ظابط عندي، بعطيني هوست ديسابلد بارتيسيبنت سكرين شيرنج. نعم دقيقة بس أشوف. أوكي، إذا ممكن تحاول الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام هيو أي ثينك. بسم الله، وضح هيك ظهر. تمام، ممتاز. تمام بارك الله فيك. الآن بس ريكوردينج من عندك ولا من عندي ريكوردينج؟ الريكوردينج موجود عندنا، أستاذ رجي راح يصور من طرفه وفريق الماركتينج عندنا إن شاء الله. تمام، ما عملش من عند طرفي ريكوردينج. إذا حاب تسوي الريكوردينج لديك نسخة، عندك الحرية. I'll record on this computer on the cloud. Okay, I will record now. نعم. تمام. تمام، هو الحين انضم عندنا، في عدد من لا بأس من المرضى، واحنا ان شاء الله بننتظر المزيد منهم الانضمام قريبا، لكن يعني تزامن بالوقت راح نبدأ ان شاء الله. ما شاء الله. نعم، فاليوم راح تكون ان شاء الله عندنا هذه المحاضرة بعنوان زيت الزيتون كغذاء وظيفي وعلاقته بالأمراض المزمنة. معنا الدكتور معز الإسلام عزت، استاذ مشارك في قسم التغذية العلاجية والحميات في كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة. حياك الله دكتور. حياك الله أستاذ ماجد، شكرا لك، بارك الله فيك. نبدأ إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله، وأرجو الجميع من الحضور إغلاق المايك والصوت للاستماع والاستفادة إن شاء الله من هذه المحاضرة اليوم. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، رحمة الله العالمين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. بادئ بذي بدء، أتقدم بالشكر الجزيل إلى مبادرة القافلة الوردية التابعة إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة على جهدها الكبير واهتمامها وتنظيمها لهذه الفعالية، وأخص بالذكر الأستاذة جميلة لتفضلها بالتنسيق والمتابعة لهذه المحاضرة. محاضرتي كما تفضل الأخ الكريم ستكون حول زيت الزيتون كغذاء وظيفي وعلاقة زيت الزيتون بالأمراض المزمنة. في هذه المحاضرة سأتطرق إلى جملة من المواضيع، سأحاول يعني أن أمر عليها بشكل سريع. سأتكلم عن زيت الزيتون من منظور قرآني، من حيث النصوص القرآنية التي وردت في القرآن وفي السنة النبوية أيضا، حول بركة زيت الزيتون وعلاقة هذه البركة بالقيمة الغذائية والفوائد الصحية لزيت الزيتون. زيت الزيتون أيضا من حيث القيمة الغذائية والمركبات الوظيفية، ثم سنعرج على زيت الزيتون ودوره في حمية البحر المتوسط ذائعة الصيت، والتي ارتبطت بشكل مباشر في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. ثم سنتطرق إلى علاقة زيت الزيتون بالجهاز المناعي والتأثير المضاد للالتهاب والتأكسد، ومن ثم تأثير زيت الزيتون على أمراض القلب والشرايين ومرض السكري والأمراض الأيضية، ثم علاقة زيت الزيتون أيضا بمرض السمنة، ثم بمرض السرطان وعلاقته بصحة الدماغ وأمراض الشيخوخة. ثم أتطرق إلى مجموعة من المستجدات البحثية حول زيت الزيتون باستخدام التقنيات الحديثة، وأنتهي بالحديث عن الكمية الموصى بها من زيت الزيتون وطرق زيادة تناول زيت الزيتون. بداية، زيت الزيتون لعل له خصوصية دينية وثقافية قبل أن تكون له خصوصية علمية حقيقة، باعتبار أن زيت الزيتون قد ورد ذكره في القرآن الكريم، هو يعتبر من ضمن الأغذية التقليدية الشعبية، لكنها تتميز أنها ذات المرجعية والخلفية الدينية، لأن الله تبارك وتعالى قد خصها بالذكر في القرآن الكريم.
ولعل هذا يرجعني إلى البحث الذي قمت بإجرائه مع والدي فضيلة الدكتور عزة فارس عليه رحمة الله، والذي كان حول بركة زيت الزيتون بين دلالات اللغة وحقائق العلم، إذ جمع فيه والدي وكان لغويا أزهريا المعيا رحمه الله مختصا في اللغة العربية، قد جمع دلالات لفظ البركة التي اختص الله تبارك وتعالى بها زيت الزيتون وشجرة الزيتون، وكانت مثابة مراجعة علمية لغوية تاريخية لمقارنة أوجه الإعجاز واستجلاء أوجه الإعجاز بين لفظ البركة التي اختص الله بها بزيت الزيتون والحقائق العلمية والتاريخ. في هذا المقال وهذا البحث تم استحضار معاني البركة التي وردت وتكرار ورود الزيتون في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ودلالات تلك اللفظة، لفظة البركة والحقائق العلمية المتعلقة بهذه النبتة المباركة. الله تبارك وتعالى قد ذكر الزيتون وزيته في 7 مواضع من كتابه الكريم، اختص الله تعالى بها هذه النبتة المباركة في سورة الأنعام وفي سورة الأنعام مرتين وفي سورة عبسة وفي سورة النحل وفي سورة التين. ولعل هذه المواضع 6 المشهورة التي يعني ذكرت تصريحا أو ذكر فيها الزيتون تصريحا في القرآن الكريم، ولكن في موضع 7 ذكرت هذه، هذا الموضوع 6 الآن، نعم، وهي آية النور، وهي أيضا من عدها أيضا من أبرز ما اختص الله تبارك وتعالى به هذه النبتة المباركة وهذا الزيت المبارك، إذ جاءت هذه النبتة وهذا الزيت المبارك في آية النور في سورة النور في الآية 35. ولعل من الإشارات الهامة ذات الدلالة أن الله تبارك وتعالى قد ذكر كلمة النور 5 مرات في معرض الحديث عن في هذه الآية في سورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة. فالله تبارك وتعالى قد صرح وأبان بركة ببركة هذه الشجرة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء. فذكر كلمة النور 5 مرات في هذه الآية مع زيت الزيتون يشي ويدل على أن هذا الزيت قد اختص الله تبارك وتعالى به بصفة النور، وأنه فيه نور من نور الله عز وجل، وهذا يعني يدفعنا إلى مزيد اهتمام بهذا الزيت المبارك. ولعل هذا أيضا يرجعني إلى هذه الصورة التي شاهدتها في إحدى المؤتمرات المختصة في الإعجاز العلمي، وكان أنا ذلك باحث من أحد الجامعات الفرنسية قد استعرض باستخدام آلية أو طريقة تقنية اللصف الضوئي للفلوريسنس أنواع كثيرة من حبوب اللقاح من مختلف النباتات، ولكن لعل ما كان يميز زيت الزيتون وحبوب اللقاح لزيت الزيتون أنها كأنها محاطة بقناديل مضيئة لم تتواجد في أي نوع من أنواع حبوب اللقاح الأخرى التي تم اختبارها في تلك الدراسة. الآية 7 التي ذكرت أو ذكرت شجرة الزيتون، ولكنها ذكرت هذه الشجرة تلميحا وليس تصريحا، هي آية سورة المؤمنون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فغالب أهل التفسير على أن هذه النبتة هي نبتة أو شجرة الزيتون. وفي هذه الآية الكثير حقيقة من الدلالات العلمية التي سأحاول الإشارة إليها في معرض حديثنا عن زيت الزيتون. السنة النبوية الشريفة حفلت أيضا بذكر الزيتون وشجر الزيتون، منها من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. ولعل قائل يقول: فما دلالة أن هذا الزيت المقصود هنا هو زيت الزيتون وليس أي نوع من أنواع الزيوت الأخرى؟ ورد على ذلك بسيط، أنه في ذاك الوقت قبل أكثر من 4000 سنة لم يكن هناك أي نوع من أنواع الزيوت المعروفة عدا أو سوى زيت الزيتون، إذ كان يجلبه الناس من الشام في رحلة الصيف، فلم يعرف شيء أو نوع من أنواع الزيت إلا زيت الزيتون في ذلك الوقت. وكذلك ذكره في القرآن الكريم أيضا يرتبط بذكره في السنة النبوية، إذ لا زيت ذكر في الهدي النبوي وفي قرآن رب العالمين إلا هذا الزيت.
وقوله النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت واتديموا به اجعلوه اداما فانه من شجره مباركه. وروايه الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فانه طيب مبارك، فيه يعني من النفع والفائده وفيه من البركه. وهذا ما يقودنا الى الحديث عن لفظ البركه، كما اشار القران الكريم صراحه شجرة مباركة زيتونة، واختص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة بقوله فإنها مباركة طيبة. فما معنى كلمة البركة وما دلالتها اللغوية وما ارتباطها بالقيمة الغذائية والصحية والفوائد الجمة لهذه الشجرة المباركة؟ لو تتبعنا ألفاظ البركة في القرآن الكريم نوجد أنها ذكرت أو وردت في 32 مرة، موزعة على 22 سورة على صيغ مختلفة، منها بارك وباركنا وبورك وتبارك وبركات وبركاته ومبارك ومباركا ومباركة، كلها ذكرت بهذه الصيغة وكلها ترجع إلى الأصل الجذري الاشتقاقي الواحد وهو البركة، باء كاف وهو أصل كلمة البركة. إذن كما ذكرنا هذه الألفاظ البركة اختص الله تبارك وتعالى بها بيت المقدس وأرض الشام وأرض فلسطين في عدد من آيات القرآن الكريم ذكرت صراحة بركة هذه الأرض، ولعل هذا يربط ما بين بركة الأرض وبركة هذه الشجرة التي اشتقت من بركة أرض فلسطين التي باركها الله تبارك وتعالى للعالمين، كما في الآية المشهورة في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فاختصاص كلمة البركة بأرض الشام وشجرة الزيتون يشي ويعطي دلالة بارتباط البركة بركة الشجرة ببركة هذه الأرض التي باركها الله للعالمين. لو تتبعنا دلالات لفظة البركة اللغوية، وقد قام والدي رحمه الله بتتبع هذه اللفظة في القواميس والمعاجم اللغوية، فكان هنالك ستة أو سبعة معان اختص اتصل بها المعاجم بهذه اللفظة لفظة البركة. فمن ذلك الثبات والإقامة، فهي إشارة ثابتة قديمة عريقة، سنرى بعد قليل بعض أنواع الأشجار امتدت إلى آلاف السنين، ومنها التقديس والتعظيم والتنزيه، وذلك اتصافها بهذه الصفة المباركة وما فيها من التعظيم ومظاهر التعظيم والذي أيضا عظمه الإنسان على مر التاريخ. الخيرة والكثرة، فهي كثيرة الخير ونقول كثير البركة إنه كثير الخير والنفع، ومنها التيمن والنماء، ومنها الزيادة والسعادة، ومنها الصدارة في كل شيء، كما سنرى كيف أن هذا الزيت المبارك وهذه الشجرة المباركة قد تصدرت غيرها من أنواع الزيوت والأشجار والثمار. ولعل هذا ما دفعني أيضا إلى استحضار هذا الأمر في كتابي الغذاء في القرآن الكريم، حيث أفردت مساحة خاصة للحديث عن شجرة الزيتون وبركة الزيتون، كما أفردت لها مساحة خاصة في كتاب التغذية والسرطان حيث ركزت فيه على الجوانب المتعلقة بالسرطان لزيت الزيتون وما فيه من مركبات مانعة من السرطان، سأتحدث عنها إن شاء الله. حفلة المراجع العلمية، وهذا أيضا من مظاهر البركة التي اختص بها هذا الزيت، فقد حفلت المراجع العلمية والدراسات وكم كبير من الكتب المختصة اختصت بهذا النوع من الزيوت عن سائر أنواع الزيوت الأخرى التي يتناولها الإنسان. وهذه كلها إن دلت أنها أيضا تدل على معنى الصدارة والكثرة الخير والعلو لهذه الشجرة ولهذا الزيت المبارك على سائر أنواع الزيوت والأطعمة. ولعل ذلك ما يظهر من خلال موسوعة غذاء إنسايكلوبيديا أوف فودز، حيث وصف فيها المؤلف هذا الكتاب، عفوا مش عارف الظاهر عندكم الكلمة الكينج أوف أويلز، ولا أنا عندي فقط ظاهر الشريط، في عندي الشريط واضح دكتور، واضح في عندي هذا الشريط مش عارف أتخلص منه، وين الشريط، كيف أنزل هذا الشريط؟ الشريط ظاهر عندكم، الشريط الأدوات ظاهر عندكم ولا بس عندي ظاهر أنا شريط الأدوات؟ هذا في عندي شريط، الصورة واضحة خلاص، ما دام واضحة أنا ما عندي مشكلة. تمام، وصفوا هذا الزيت بالكينج أوف أويلز، ملك الزيوت، وهذا أيضا من معاني العلو والاستعلاء والأفضلية لهذا الزيت المبارك على سائر أنواع الزيوت. شجرة الزيتون هي نبتة معروفة باسمها العلمي أوليه
يوروبية وتنتمي للعائلة أولياسية، وكما ذكرت هي شجرة قديمة عريقة، ولعل هذا أيضا من دلالات لفظة البركة الأصالة والقدم والثبات، والتي يقدر عمرها بقرابة أكثر من 2 مليون سنة. تشير دراسات الحفائر إلى أن أقدم أثار لكربونات الكربون، نظائر الكربون لشجر الزيتون تعود إلى قرابة 43 ألف سنة، وقد وجد في منطقة صحراء النقب في جنوب فلسطين المحتلة، والتي هي جزء طبيعي من صحراء سيناء. وهذا يرجعنا إلى قول الله عز وجل: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ لأكلين. فسيناء هي الامتداد الجغرافي الطبيعي لأرض فلسطين التاريخية، وهذه الإشارة العلمية ذكرت في أحد الكتب المختصة، وهي أيضا يعني تفسر هذه الآية الكريمة تفسيرا علميا صريحا. هذه معاصر زيت الزيتون التي تمتد إلى آلاف السنين، هذه المعاصر عمرها أكثر من 1000 و2000 سنة، وجدت في الأردن وفي فلسطين، ووجدت في اليونان وفي زوركريت، وكلها تدل على قدم صناعة زيت الزيتون، وأن الإنسان الأول قبل آلاف السنين قد اهتم بهذه الشجرة. هذه الأشجار موجودة في فلسطين وفي أيضا اليونان وفي بلاد الشام، تمتد أعمارها إلى أكثر من 1000 و1200 سنة، وبعضها على الفوق على اليسار المحوطة هاي لعلها عمرها تقريبا أكثر من 3000 سنة كما أشارت بعض التقارير. الثاني إلى القيمة الغذائية والفوائد الصحية ومركباته الوظيفية لزيت الزيتون. لو تأملنا في زيت الزيتون لوجدنا أنه يحتوي على جملة كبيرة من العناصر الغذائية، فهو يحتوي على، هو أساسا مركب دهني، ونقول أنه يحتوي على كميات أخرى من عناصر أخرى باعتبار أنه كمية نزرة جدا من الكربوهيدرات والألياف، أقل من يعني قرابة الصفر والبروتين صفر، لكن هو زيت، هو مادة دهنية بأكمله. وهذا ما يميز هذا النوع من الزيت، أنه بإضافة إلى احتوائه على كمية من الأحماض الدهنية التي أشهرها وأهمها، وهذا أيضا مميزات هذا الزيت، وهو ما يعرف بالمونو أنساتشوريتد فاتي أسيد أو الحمض الدهني أحادي اللا إشباع الأوليك أسيد أو 18-1 أوميجا 9، إلا أنه يحتوي أيضا على كمية وافرة من عناصر غذائية مثل بعض أنواع الفيتامينات، وإن كانت بعضها قليلة لكن أهمها فيتامين كي أو كاف، والقليل من فيتامين ها، والقليل من فيتامين ألف، القليل من العناصر المعدنية، ولكن هناك كمية قليلة من زيت من الحديد التي تتواجد في زيت الزيتون. حقيقة هذه الكميات العناصر الغذائية يعني لا تعتبر مهمة من ناحية الكمية، لكن ما يهمنا حقيقة هو نوع الزيوت الأحادية الموجودة في زيت الزيتون، أهمها الحمض الدهني الأحادي اللا إشباع من نوع الموفا أو المونو أنساتشوريتد فات، والذي يصل ما بين 45 إلى 85% في بعض الدراسات يعني من محتوى الكلي للزيت. الجزء الآخر الذي لا يقل أهمية حقيقة عن المادة الزيتية، وهو لعله وهو أهم شيء يعني يتعلق بزيت الزيتون، هو ما يحتويه على من مركبات وظيفية حيوية هامة. ولعل هذا يرجعنا إلى ما الآية الكريمة: تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هناك المادة الدهنية، المادة الزيتية تشكل 100%، لكن هناك أيضا المادة الصبغية، وهي تتمثل بالمركبات الصبغية المختلفة من أنواع المركبات الوظيفية المختلفة التي تم تصنيفها وتم تحديد الكثير منها. من أهم هذه المركبات الأحاد البسيطة والتي تشكل تقريبا 2% فقط، وهي مركبات ذائبة في الماء، هي بولر كما سنعرض بعد قليل، هي مركبات قطبية أنها ذائبة في الماء، مقارنة بالجزء الأكبر وهو الجزء الزيتي من الأحماض الدهنية 98% وهو زيت غير قطبي. فلعل هذا أيضا ذكرنا بواو العطف والمخالفة: تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، في المادة الدهنية هي الغالبة، فذكرت في المقدمة للأغلبية والأفضلية، وواو العطف والمرادفة، وتفيد أيضا المخالفة في أصل في الشيء، وهو المواد القطبية الفاعلة اللي هي نسميها الباي أكتيف فايتوكيميكالز من أنواع التراتيربينز مثل السكوالين، مثل الأنثوسيانينز، الستيرولز، الكويرسيتين، تايروسول، هاليوستايروسول، اليوروبين، أوليوكانثال، وغيرها من المركبات الوظيفية. القيمة الغذائية والفائدة الصحية لزيت الزيتون
تتأتى حقيقة من خلال مجموعة من أو يمكن اختبارها من خلال مجموعة من المعايير، وهذه المعايير تختلف حقيقة ما بين أنواع الزيوت المختلفة. فعندما نتحدث عن قيمة غذائية لزيت الزيتون وفوائد الصحية، فأنا لا أتكلم عن شيء واحد حقيقة، نتكلم عن هو زيت الزيتون، لكن هناك عوامل كثيرة تتداخل وتتفاعل ما بينها في تحديد أهمية أو قيمة الغذائية والفوائد الصحية لزيت الزيتون. ولعل من أهم المؤشرات التي تستخدم في تصنيف زيت الزيتون وفي إبراز قيمته ونوعيته وجودته هو ما يتعلق بالأسيدتي أو الحموضة، كما سنأتي في تعريف الإكسترا فيرجن أوليف أويل أو زيت الزيتون البكر الممتاز أو العصر الأولى، الذي يعتمد في تصنيفه على الأسيدتي أو درجة الحموضة من الأحماض الدهنية الحرة، بالإضافة لمجموعة أخرى من العوامل التي تحدد جودة زيت الزيتون. هناك عوامل داخلية تتعلق بتركيب حبات الزيتون، نوعية شجر الزيتون، الخصائص الجينية، مستوى النضج ودرجة النضج، وطريقة عصر وتحضير زيت الزيتون، كلها عوامل تؤثر على جودة زيت الزيتون. هناك عوامل خارجية تؤثر على جودة زيت الزيتون، وتحديدا الإكسترا فيرجن أوليف أويل، اختصارا EVOO، سنمر معنا كثيرا هذا المصطلح EVOO هو إكسترا فيرجن أوليف أويل، وهو زيت الزيتون البكر الممتاز أو ما يسمى العصر الأولى. هذه العوامل أيضا تؤثر على جودة الزيت، مثل درجة حرارة التخزين ووقت التخزين ووجود الأكسجين والضوء وطبيعة المادة التي تستخدم في تخزين الزيت. كل هذه العوامل حقيقة تؤثر في المحصل على جودة زيت الزيتون. ولعل من المفيد استذكار أهم طرق حفظ زيت الزيتون، ولعلها يعني تكون بالآخر، لكن طالما ذكرنا القيمة الغذائية والفوائد الصحية، فلابد أن نذكر أيضا للمحافظة أن المحافظة على هذه القيمة لابد من حفظ زيت الزيتون في مكان بعيد عن الضوء، أن يتم استهلاكه خلال فترة لا تتجاوز السنة إلى السنة ونص حتى نجني القيمة الغذائية والفوائد الصحية، أن تكون هناك الكثير من الهواء، وجود الأكسجين سيزيد من تأكسد الأحماض الدهنية، وأن يحفظ درجة حرارة الغرفة، وأن يتم حفظه يفضل في قوارير زجاجية معتمة أو بعيدة عن الضوء بحيث تمنع التأكسد. إذا إنتاج زيت الزيتون مرتبط بالقيمة الغذائية، طريقة تحضير وإنتاج وتصنيع زيت الزيتون هي العامل الأهم والأساسي في تحديد القيمة الغذائية والفوائد الصحية، وتحديدا هنا نتكلم عن محتواه من المركبات النباتية الوظيفية التي ذكرناها قبل قليل. وإنتاج الإكسترا فيرجن أوليف أويل يتم بعملية بعد عملية الطحن وبعد التنظيف ثم التخلص من الشوائب ثم ما يسمى الطحن والعصر ثم الفلترة من الشوائب الكبرى، ينتج لدينا زيت الزيتون البكر الممتاز. هناك طبعا طرق أخرى إذا تم تصفيته وتنقيته وتم خلطه بأنواع قديمة أو أخرى من الزيت كما سنأتي أيضا، ينتج لدينا أنواع أخرى مختلفة من الزيت مثل الأوليف أويل أو الريفايند أوليف أويل أو الفيرجن أوليف أويل، كلها أنواع مشتقة من زيت الزيتون، لكن ما يهمنا حقيقة هو النوع الأهم هو الإكسترا فيرجن أوليف أويل. مرة أخرى هذه القيمة الغذائية والفوائد الصحية تتأثر بجملة من العوامل، تتأثر بعوامل الهارفستينج الحصاد، الحفظ، التخزين، النقل، التصنيف، عملية الطحن، عملية السحق، الملكزر أو العجانة، الفصل، فصل الدهون عن الماء، كل هذه العوامل تؤثر في المحصل على محتوى الزيت من هذه العناصر الغذائية والمركبات الوظيفية الدقيقة. بالتالي لابد من يعني عمل اوبتمايزيشن، من يعني تحسين هذه الظروف للحصول على زيت الزيتون عالي الجودة. ما يميز زيت الزيتون الإكسترا فيرجن أوليف أويل والفيرجن أوليف أويل أنه يحتوي على كمية عالية من المواد الفينولية الهاي بوليفينول كونتنت اللي قد يصل إلى 400 ملي جرام لكل كيلوغرام من زيت الزيتون، وهذا العامل من أهم العوامل الوظيفية المهمة التي تؤثر على الاستخدامات الطبية والعلاجية والاستطبابية والوقائية لزيت الزيتون، هو محتواه من المركبات النباتية الوظيفية البوليفينولز. فكل ما كان الزيت تم تحضيره وجمعه وطحنه وعصره بالطرق الصحيحة في الظروف المعيارية، كل ما تحصلنا على كمية أكبر من هذه المواد النباتية الطبيعية البوليفينولز التي تعطي كما سنذكر الفوائد والاستخدامات الصحية. أيضا هذا التصنيف مهم حقيقة، وهو كيف يتم تصنيف زيت الزيتون الإكسترا فيرجن أويل، يتم علميا باستخدام ما يسمى الفري أسيدتي الحموض الحرة أو الأحماض الدهنية الحرة، بحيث يجب أن تكون أقل من 10 8 في 10%، يعني كل 100 جرام
أو 8 في الألف، يعني لكل كيلوغرام من زيت الزيتون تكون أقل من 8 جرام من الأحماض الدهنية الحرة. وهذه طبعا معايير تصنيف أنواع أخرى من زيت الزيتون لا مجال لذكرها. هذه أشكال المركبات الوظيفية التي تميز زيت الزيتون، وهي المواد الصبغية التي ذكرناها آنفا، تنبت بالدهن والصبغ للآكل. هذه المواد الصبغية ذات الأهمية، الأوليوروبين، أوليوكانثل، تيروسول، تيروسول، إبيجينين، ليوتين، كورسيتين، كافيك أسيد، إللاجيك أسيد. هذه كلها كما ذكرت مركبات قطبية، أي أنها ذائبة في الماء، وهذا أيضا كما ذكرنا يدلل على أهميتها أو يعني دلالة علمية لهذه اللفظة وصبغ عند الآكل، أنها مختلفة عن المادة الدهنية في أنها ذائبة في الماء، وأنها أيضا ذات أفضلية وذات أهمية اختصها الله عز وجل بالذكر في كتابه الكريم. ناتي إلى أهم هذه المركبات حقيقة، هو مركب الأوليوروبين. الأوليوروبين هذا مركب مهم له خاصية مانعة للتأكسد. طبعا هو مع التأكسد قوي، لكن لا نقول أنه أقوى أو الأقوى على وجه الأرض أو أنه الأفضل. هو مثله مثل غيره من المركبات النباتية الطبيعية. الماء التأكسد له دور مهم ووظيفي مساعد في كبح التأكسد وفي كبح الجذور الحرة أو ما يعرف reactive oxygen species. له دور مهم في منع تأكسد الكوليسترول منخفض الكثافة LDL كوليسترول، والذي يرتبط بخطر إصابة أمراض القلب والشرايين. له دور وقائي في منع الإنفلاميشن، الالتهاب، من خلال دوره في كبح ما يسمى الكوكس 1 والكوكس 2 وخفض مؤشرات التهابية من أنواع انتروكين 1 بيتا، انتروكين 1 ألفا، انتروكين 6 تي ان اف ألفا، السي ار بي أو السي ريكتيف بروتين. كلها ثبت دور هذا المركب في كبح هذه المركبات الالتهابية التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، أمراض الشيخوخة، وتقهقر الجهاز العصبي، الكانسر، والسكري، والمتلازمة الأيضية. هذا مركب لا شك أن له دور من خلال دراسات الحيوانية والدراسات على يعني باختبار أثبتت هذه الدراسات أن هذا المركب الهام دور في كبح هذه الأمراض من خلال النماذج المخبرية المختلفة. زيادة الأوتوفاجي أو ما يعرف بالالتهاب الذات، وهي آلية مهمة للتخلص من الخلايا الضارة والخلايا الميتة في جسم الإنسان. مركب الأوليوكانثل الآن حقيقة هناك توجه كبير على هذا المركب، حيث ثبت من خلال الدراسات المخبرية والنماذج المخبرية المختلفة على الحيوانات وعلى يعني باختبار وبعض الدراسات على الإنسان أن له تأثير مثبطا للالتهاب، وهذا كما ذكرت من خلال كبح مركبات أو إنزيمات الكوكس 1 وكوكس 2 ذات التأثير الذي توسط الالتهاب، من خلال كبح مركبات الـ LPS ما يعرف الـ Polysaccharides، وهي مركبات التهابية تنتج عن البكتيريا الضارة في أمعاء الإنسان. والتعرف هذا يعني أن وجود هذا المركب يحد من حالة ما يسمى الميتابوليك إندوتوكسيميا أو التسمم الأيضي الذي ينشأ عن تراكم هذه المركبات اللايبوبوليسكرايد واللايبوبوليسكرايد بروتينز في جسم الإنسان نتيجة لزيادة محتوى البكتيريا الضارة. تأثير مثبط للخلايا السرطانية، تأثير واقي وحامي للجهاز العصبي المركزي، وهذا مهم جدا في الوقاية من الخرف. تأثير مانع للالتهابات الروماتيزمية، أمراض الروماتيزمية الالتهابية كالذي يصيب العظام، المفاصل، الأوستيوأرثرايتس والروماتويد أرثرايتس. هذا مركب أظهرت كثير من الدراسات المخبرية أن له تأثيرا إيجابيا في منع هذه الأمراض. هذه الشريحة تلخص جملة كبيرة من الآثار والفوائد الصحية التي ثبتت لمشتقات زيت الزيتون الأكسترا فيرجين أوليف أويل، الذي يتميز بغناه واحتوائه من كميات مرتفعة من المركبات البوليفينولية التي ذكرناها قبل قليل. يحسن أيض الدهون ويقلل خطر أمراض القلب والشرايين، يقلل من تراكم الصفائح الدموية وحصول الجلطات، يقاوم ويمنع ويقلل، يعني نقول هو تأثير وقائي بدرجة، ونقول طبعا تأثير علاجي لأنه لم يثبت حتى اللحظة على مرضى السرطان، لكنه ثبت من خلال الدراسات الحيوانية وأنليب الاختبار والنماذج المخبرية أنه له تأثير مضاد للخلايا السرطانية، سواء سرطان الثدي، البروستات، الجهاز الهضمي، تحسين ضغط الدم، تحسين أيض الجلوكوز وتقليل خطر الإصابة بالسكري، تحسين المناعة وتقوية الجهاز المناعي من خلال الخلايا المناعية التائية والبائية التي تقاوم العدوى والفيروسات، تحسين صحة الجهاز الهضمي، تحسين صحة الدماغ، تحسين صحة الجهاز العضلي العظمي عفوا،
وتقليل خطر الإصابة بالأوستيوبوروسيس أو وهن العظام وغيرها من الفوائد الصحية الكثيرة. هذا طبعا يرتبط بالحديث عن حمية البحر المتوسط، وهي الحمية التي ثبت حتى الآن أنها الأفضل إذا ما قورنت بالحمية النمطية الغربية typical western diet، الحمية النمطية الغربية التي تتميز بارتفاع محتواها من البروتينات الحيوانية والدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم وانخفاض محتواها من الألياف الغذائية والعديد من الفيتامينات والأحماض الدهنية النافعة. هذه الحمية اشتهرت الآن كحمية صحية متوازنة نظراً لاحتوائها على كمية وافرة من زيت الزيتون، فهذا أهم ما يميز حقيقة هذه الحمية كما سنعرض بعد قليل، وهو احتوائها على زيت الزيتون كمصدر مهم وأساسي للأحماض الدهنية وحديث الإشباع، إضافة إلى المركبات النباتية النافعة، فضلاً عن احتوائها على تنوع من أنواع الخضروات والفواكه والخضار الورقية، ثم احتوائها على الأطعمة البحرية ذات المحتوى الجيد من الدهون الصحية، وانخفاض محتواها من اللحوم الحمراء تحديداً وبدرجة أقل من اللحوم البيضاء واللحوم الدواجن. طبعاً لا نقول كما يقول الخمر محرم ولا نقول فيه خير، فالخير كل الخير فيما حرمه الله عز وجل، في الخير كل الخير فيما أمر الله به، والشر كل الشر ما نهانا الله عنه. هم يدعون أن الريد واين باحتوائه على كمية من البوليفينولز مأخوذة من العنب الأحمر أنه يقي من الأمراض، لكن حتى الآن لا دليل على هذا الأمر. وآخر دراسة نشرت في اللانست، no amount is good amount of alcohol، لا توجد كمية نافعة من الكحول، كل الكحول ضار، كل الكحول خبيث. ثلاثة من خمسة من أنواع المركبات الأساسية، أو عفوا من سبع مركبات الأساسية التي تميز بها حمية البحر المتوسط، ثلاث من هذه المركبات هي مشتقة من زيت الزيتون، التيروسول والأوليوكانثال والهيدروستيرسول، هذه مركبات مشتقة من زيت الزيتون، الأليسين والألين هذه مشتقة من البصل والثوم، الريزفيراترول بنوعيه مشتقة من العنب الأحمر وبعض مركبات النباتية أطعمة نباتية، فثلاث من أهم المركبات في حمية البحر المتوسط هي مشتقة من زيت الزيتون، وهذا يدل على أهمية زيت الزيتون في هذا السياق. تأثير زيت الزيتون على المناعة، هناك علاقة وثيقة ما بين الجهاز المناعي والحالة الالتهابية، فكلما زادت الحالة الالتهابية كلما تدهورت قوة الجهاز المناعي وقدرته على مقاومة الأمراض. وبالتالي فإن احتواء زيت الزيتون على مركبات البوليفينولز لها تأثير قوي في تحسين المناعة من خلال تثبيط آليات التأكسد والالتهاب، فكلما انخفضت آليات التأكسد والالتهاب كلما تحسن عمل الجهاز المناعي، وبالتالي تحسن الجهاز المناعي كنتيجة أيضا لانخفاض آليات التأكسد والالتهاب أيضا يرتبط بجملة من الفوائد الأخرى التي أيضا يجنيها الجسم من كبح حالة الالتهاب، مثل تحسين جهة الأوعية الدموية ومنع الجلطات وتحسين أيض الدهون ومنع المتلازمة الأيضية وحماية القلب والشرايين من تطور أمراض القلب والشرايين وغيرها. باعتبار أن هذه الأمراض أيضا تتضمن في جزء منها على جانب مناعي هام لا يمكن إخفاله، وبالتالي في هذا الدور مهم جدا لزيت الزيتون في تحسين حالة المناعية ومن ثم تخفيف حالة الالتهاب وما يستتبعها أو يتبعها من أمراض مزمنة كالسرطان أمراض القلب والشرايين. هذه الصورة توضح أن حالة الالتهاب الدائم أو المزمن المنخفضة التي يعاني منها السمان ويعاني منها كبار السن وفي حالة الشيخوخة والهرم والمسنين الذين يعانون ما يسمى بالساركوبينيك أوبيستي انخفاض الكتلة العضلية، هذه الحالة الالتهابية ترتبط بالإصابة بأمراض القلب والشرايين، بالتالي تأتي أهمية زيت الزيتون في تخفيف المؤشرات الالتهابية المرتبطة بهذه الأمراض الالتهابية أو الأمراض المرتبطة بالحالة الالتهابية مثل المؤشرات الالتهابية مثل TNF alpha وإنترلوكين 6، وبالتالي هذا يبرز أهمية زيت الزيتون في تقليل خطر الالتهاب في جسم الإنسان وما ينتج عنه من أمراض. في حالة الالتهاب الحاد الأكيوت إنفلاميشن الذي يحصل عن تناول النمط الغذائي الغربي العالي بالدهون، مثل الشخص الذي يتناول مثلا وجبة غنية بالدهون المعالجة الحرارية مثل وجبة الدجاج المقلي وغيرها من الأطعمة الغربية، هذه ترتبط بزيادة حادة في مستوى معدلات أو مؤشرات الالتهاب مثل الانترلوكين 6 والتي ان اف الفا، وبالتالي إدراج حمية البحر المتوسط الغنية
بزيت الزيتون لا شك أنه دور مهم في كبح هذه المؤشرات الالتهابية، وعلى المدى البعيد يسهم في تخفيف حدة الالتهاب وتخفيف من حدة التفاعلات المناعية للخلايا المناعية الماكروفاجز والمونوسايتس والنيوتروفيلز التي تتفاعل كلها في تطور الأمراض الدهنية وأمراض أمراض الوعية القلبية وأمراض القلب والشرايين. إذا محتوى زيت الزيتون كما ذكرنا يتفاوت تبعا لجملة من عوامل هنا لتحديد أهمية هذه المركبات اللي هي أنثوسيانينز والفلافونولز والفينيك أسيد والفينولز. هذه تختلف أيضا باختلاف نوعية وطريقة تحضير زيت الزيتون، وبالتالي فإن تأثيرها الإيجابي على المناعة والالتهاب سيختلف تلقائيا حسب نوعية الزيت والزيتون وطريقة تحضيره وتصنيعه، وبالتالي الفوائد والإيجابيات كلها ستختلف على الجسم تبعا لاختلاف في هذه الكمية من هذه المواد النافعة. هذه الدراسة عبارة عن دراسة عشوائية منضبطة randomized double blind معمى منضبطة أجريت على مجموعة من الأشخاص. تم إعطاء مجموعة من الناس ثلاث مجموعات من الناس ثلاث أنواع من زيت الزيتون الفيرجن أوليف أويل والأوبتمايز فيرجن أوليف أويل والفانكشن أوليف أويل. هي أنواع من زيت الزيتون عادة، لكن فانكشن أوليف أويل هي عبارة عن الإكسترا فيرجن أوليف أويل، وتم إضافة كمية من المركبات المشتقة من زيت الزيتون وهي مركبات مناعة تأكسد الالتهاب، وتم قياس مؤشر في البول هو مؤشر التهابي تأكسدي مهم جدا في بول الأشخاص المتطوعين، فأظهر انخفاضا شديدا معنويا لدى الأشخاص الذين تناولوا زيت الزيتون الذي يحتوي على المركبات المانعة للالتهاب المشتقة من زيت الزيتون إضافة لزيت الزيتون الأصلي. ما يعني أنه وجود هذه المركبات الفينولية التي ذكرناها قبل قليل يسهم في تقليل حدة الالتهاب والتأكسد في جسم الإنسان، وبالتالي أن هذا مهم جدا في منع الأمراض الالتهابية والتأكسدية التي ذكرناها قبل قليل مثل أمراض القلب والشرايين والسكري والسرطان. سنفصل أكثر الآن في أمراض القلب والشرايين. أظهرت الدراسات العلمية أن التناول تناول 20 جرام بشكل يومي من إكسترا فيرجن أوليف أويل كحد أدنى للحصول على 5 ملي جرام من الهيدروكسيتيروسول وهو مركب مهم، أظهرت الدراسات أنه تأثيرا وقائيا حاميا للقلب من أمراض القلب والشرايين، حيث ارتبطت هذه الكمية المتناولة من إكسترا فيرجن أوليف أويل 20 جرام بما تحتويه من مركب الهيدروكسيتيروسول بمقدار تقريبا 5 ملي جرام لها تأثير مهم في خفض الالتهاب وخفض التجلط والإصابة بأمراض القلب والشرايين وتحسين من عمل الأوعية الدموية وتقليل من خطر التأكسدي الكوليسترول المنخفض الكثافة وتقليل حدة الكرب التأكسدي من خلال تقليل كمية الأوكسيديف ستريس أو نسبة الأوكسيديف ستريس أو الكرب التأكسدي، وهذه كلها في المحصلة تسهم في الوقاية ضد خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين نظرا لتأثير هذه المركبات الهامة. حقيقة كما ذكرنا قبل قليل زيت الزيتون كله بركة، وما من شيء في زيت الزيتون إلا ينتفع أو يستفاد منه. فلو نظرنا إلى الزيت الأوليف أويل بنوعه الطبيعي أو الإكسترا فيرجن أوليف أويل نجد أنه غني بمركبات المانعة للتجلط وتراكم الصفائح الدموية، ولو نظرنا إلى أوراق الزيت نجد أيضا أوليف ليفز أوراق زيت الزيتون أو شجر الزيتون عفوا أوراق شجر الزيتون لها تأثير أيضا مخفض الالتهاب، هناك دراسات أيضا تتكلم عن تأثير مساعد في خفض سكر الدم أيضا، وتكلمنا عن المركبات البوليفينولية المشتقة من زيت الزيتون أيضا لها تأثيرات كما ذكرنا منع الالتهاب. البوميس وهو الماء ما يسمى الزبار اللي هو الناتج عن فصل عصارة الزيتون من بين الزيت والماء، حتى هذا الماء غني جدا بمركبات مانعة أيضا لعوامل التجلط. لو أخذنا حتى البوميس وهو الناتج عن عصر الزيتون المخلفات أو ما يسمى التفل الناتج عن زيت الزيتون أيضا غني بمركبات مانعة الالتهاب، فهذه لا يمكن تناولها، ولكن هذه المركبات يمكن استخدامها صناعيا ودوائيا في استخلاص كمية كبيرة من مواد مانعة التأكسد والمواد المانعة لتجلط التي يمكن توظيفها واستخدامها في الصناعات الدوائية الواقية والمعالجة لأمراض القلب والشرايين.
إذا قدرة زيت الزيتون على خفض أمراض القلب والشرايين تنبع من وجود كما ذكرنا مركبات الاكسترا فيرجن اوليف اويل بنوعيها، أول شيء الأوليك أسيد الذي يتميز به زيت الزيتون، والمركبات الفينولية التي ذكرناها التايروسول والهيكسوتايروسول والأوليوكانثال والأوروبين. هذه الآليات، هذه الشريحة تلخص الآليات المختلفة التي يعمل من خلالها زيت الزيتون على كبح المركبات الالتهابية، مثل كبح المركبات الالتهابية، كبح المركبات التأكسدية، تحسين عمل الدورة الدموية، تقليل معدلات الالتهاب والخفض تراكم الصفائح الدموية وغيرها من عوامل المرضية، مثل عوامل التجلط، عوامل التجلط 7 و 7A و 7C. هذه العوامل كلها تسهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. زيت الزيتون ومركباته تقلل من هذه العوامل، عوامل اختطار الإصابة من بأمراض القلب والشرايين من خلال عدد كبير من هذه الآليات التي يعني لا يمكن حصرها الآن وذكرها بسبب كثرتها. لكن سنعرض الآن على الأدلة العلمية من خلال الدراسات المنشورة التي أظهرت كيف أن تناول زيت الزيتون مرتبط بشكل واضح ومباشر في تقليل ما يسمى الخطر النسبي relative risk الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية، ووفيات أمراض القلب والشرايين، ونسبة حصول أمراض القلب والشرايين، والسكتة الدماغية والقلبية، واحتشاء عضلة القلب. كل المؤشرات العلمية تظهر انخفاض الخطر النسبي لدى سكان حوض البحر المتوسط الذين يتناولون حمية البحر المتوسط الغنية بزيت الزيتون. كل ما انخفض الرقم عن رقم واحد، لاحظوا كلها بعيدة عن رقم واحد، كل ما انخفض عن رقم واحد كل ما كان هناك انخفاض في خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والوفيات من أمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية والسكتة القلبية واحتشاء عضلة القلب وغيرها من الأمراض، ارتبطت كلها بتناول حمية البحر المتوسط. وهذه أيضا دراسة تظهر مقارنة بين حمية البحر المتوسط الغنية بالإكسترا فيرجن أوليف أويل وحمية البحر المتوسط الغنية بكمية إضافية من النتس أو المكسرات مقارنة بالطعام العادي، أظهرت أن هناك انخفاضا ملموسا في معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين واحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية والوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين عند تناول الإكسترا فيرجن أوليف أويل بشكل إحصائي معنوي ظاهر لدى سكان حوض البحر المتوسط. عندما قاموا بتحليل المكونات الغذائية لسكان البحر المتوسط ومدى ارتباطها بانخفاض الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كان زيت الزيتون هو الأكثر تأثيراً، فكان نسبة الانخفاض في معدل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والوفيات منها كان الأكثر بمقدار تقريباً 28% من الخطر النسبي لزيت الزيتون بالمقارنة مع بقية مكونات حمية البحر المتوسط. ما يعني أنه أهم مكون من مكونات حمية البحر المتوسط الذي يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين هو زيت الزيتون البكر الممتاز. دراسة أخرى أيضا، دراسة مقارنة بين حالات الإصابة بمرض القلب والشرايين كوروني أرت ديزيز والأشخاص العاديين غير المصابين، تميز الأشخاص الذين أصيبوا بمرض القلب والشرايين أنهم كانوا أقل بكثير بشكل معنوي ظاهري جدا، أقل تناولا للأحماض الدهنية وأحاديث اللا إشباع التي كما ذكرنا أهمها زيت الزيتون. إذا ما قارنا المصابين كانوا 15.4 وغير المصابين كانوا 16.4 أكثر، وكان تناولهم أكثر. تناول زيت الزيتون كزيت حصري كان المصابين لديهم نسبة تناول أقل بكثير بمقدار تقريبا 65% مقارنة بالأصحاء الذين كانوا تناول تقريبا 76% زيت الزيتون. فهذا أظهر أهمية زيت الزيتون في وارتباطه في خفض الإصابة بأمراض القلب والشرايين. هذه دراسة مهمة نشرت مؤخرا في المجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب والشرايين، وهي عبارة عن دراسة جمعت ما بين دراستين كبيرتين أجريتا في الولايات المتحدة الأمريكية، نيرسز هيلث ستادي والهيلث بروفيشنالز فولو أب ستادي، التي أظهرت أن هناك كان هناك انخفاضا معنويا ملموسا في خطر إصابة أمراض القلب والشرايين وأمراض القلب الواعية والستروك أو السكتة القلبية والسكتة الدماغية، السكتة الدماغية الستروك. كان هناك انخفاض واضح ونسبي لتناول زيت الزيتون بمقارنة مع بقية أنواع الزيوت على خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وأمراض القلبية الوعائية في الدراسة الأولى. وفي الدراسة الثانية كما يظهر الرقم دائما أقل من واحد أو معظم أقل من واحد، فالمحصل عندما جمع دراستين كانت غالبية المؤشرات تشير إلى أنه تناول زيت الزيتون واستبداله بأنواع أخرى من أنواع الزيوت مثل زيت السمن النباتي والسمن الحيواني والمايونيز
والشحوم الحيوانية كان يرتبط بشكل مباشر في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. أيضا هذه الدراسة أظهرت أن كل ما كان كمية زيت الزيتون المتناولة كانت أكثر، كل ما كان التحسن في مؤشرات الالتهابية مرتبطة بأمراض القلب والشرايين كان أكثر. فنجد أن كل ما كان استخدام مثلا هنا الأزرق أكثر من 7 جرام زيت زيتون كل يوم أوليف أويل، كان انخفاض في مؤشر الانترلوكين 6 والمؤشر الالتهابي كان أكثر انخفاضا، وهنا مؤشر آخر له علاقة بأمراض القلب والشرايين كان هو الأقل، وكذلك TNF ألفا وهو مؤشر التهابي أيضا والسي آر بي مؤشر التهابي كلها انخفضت أكثر مع زيادة تناول زيت الزيتون. في مقابل المؤشر الإيجابي المهم وهو أديبونكتين وهو مركب مهم مانع للالتهاب ومرتبط بخفض الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كان تناول زيت الزيتون مرتبط بزيادة هذا المركب بالمقارنة مع أنواع التناول الأخرى، بالتالي هذا كله أيضا يدل على أهمية زيت الزيتون في خفض الإصابة بأمراض القلب والشرايين. لو نظرنا إلى علاقة زيت الزيتون بضغط الدم لوجدنا أنه تناول زيت الزيتون أيضا مرتبط بكبح آليات ما يسمى اللي هي الووتر أو فلويد ريتينشن ميكانيزم، اللي هي معتمدة على آلية الرينين أنجوتنسين ألدوسترون ميكانيزم، وهي الآلية اللي تعمل عليها أدوية خفض الضغط الدم اللي هي ACE inhibitors اللي هي الأنجوتنسين كونفرتد إنزيم inhibitors. نجد أن مركبات زيت الزيتون أيضا تساهم إلى حد ما، طبعا ولا نقول طبعا أن هذا كلام مهم يعني نشير إليه، أنه هي تساهم في خفض أو تثبيط هذه الآلية آلية الاحتفاظ بالسوائل، وبالتالي تساعد في خفض مستوى الارتفاع في ضغط الدم، لكن هذا لا يعني مطلقا أنها يمكن أن تكون بديلا عن أدوية خفض الدم لدى مرضى ارتفاع خفض ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم. هذه نقطة مهمة جدا، لا يمكن بأي حال من الأحوال القول أن زيت الزيتون يمكن أن يكون بديلا سواء في خفض سكر الدم أو دهون الدم الضارة أو خفض ضغط الدم وغيرها. هي بنؤكد دائما أنه غذاء وقائي بالدرجة الأولى وغذاء مساعد مهم وأساسي، ولكنه لا يكون بديلا ولا يحل محل الدواء لدى المرضى المشخصين. هذه نقطة كثير مهمة لأنه كثير يساء فهمها، ويعني يمكن الخروج بهذه المحاضرة أنه خلاص يعني زيت الزيتون هو دواء لكل داء، وبالتالي يمكن الاستغناء عن الأدوية بما ذكرناه من هذه الفوائد. لا طبعا، هذه كلها فوائد وقائية وفوائد مساعدة مهمة جدا، لكنها ليست بديل عن الدواء. إذن هو له تأثير مخفض أو مثبط لآلية احتباس السوائل، وبالتالي له تأثير مساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم. هذه دراسة مهمة جدا أيضا نشرت في البريتش جورنال أوف نيوتريشن، تظهر أن التناول الزائد كل ما زاد تناول زيت الزيتون كل ما كان هناك انخفاض أكثر في معدل هنا الوفيات الناتجة. الأولى كانت محمد الأوفر مورتاليتي وفيات بشكل عام، لاحظوا كل ما ارتفع وزاد التناول عن 10 و 20 جرام ل 30 جرام يوميا من زيت الزيتون كلما كان هناك انخفاض أكثر وأكثر في الوفيات لدى سكان هذه. عفوا، هذه دراسة دولية يعني أجريت على مجموعة كبيرة من الشعوب أعتقد في أوروبا، نعم دراسة في أوروبا كانت. كل ما كان أيضا هنا على مستوى CVD mortality، على مستوى الكانسرز هنا في تباين في أنواع الكانسر، ولكن في بشكل عام انخفاض كل ما كان في تناول أكثر لزيت الزيتون، كل ما كان في انخفاض أكثر. معدل الوفيات أيضا كان ينخفض أكثر بزيادة التناول زيت الزيتون بشكل يومي. هذه دراسة أخرى أيضا أظهرت علاقة تناول زيت الزيتون بخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وسكتة السكتة الدماغية من خلال مجموعة كبيرة من الدراسات، وغالب هذه الدراسات أشار إلى أن هناك انخفاضا معنويا في الإصابة بخطر أمراض القلب والشرايين والسكتات القلبية والدماغية عند تناول زيت الزيتون. هذه دراسة أخرى جمعت ما بين زيت الزيتون ومستخلصات الزعتر، وهذا العدل يقودنا إلى الطعام الشعبي التقليدي في بلاد الشام في فلسطين، الزيت الزيتون والزعتر. وهذه يعني دراسة متقدمة تظهر كيف أن مستخلص زيت الزيتون والزعتر يرتبط ويتفاعل مع مجموعة من الجينات المورثات الجينية المسؤولة عن أيض واستقلاب الكوليسترول، وأن
تناول مستخلصي الزعتر مع زيت الزيتون أدى إلى تحسين التعبير الجيني لمجموعة من الجينات أو المورثات المسؤولة عن تنظيم مستوى الكوليسترول في جسم الإنسان. أدرست كثيرة، يمكن أتجاوز الآن بعضها إلى الحديث عن تأثيرات أخرى، ولكن هنا دراسة هذه ظريفة جدا. باختصار هذه الدراسة لقلاية البندورة أو معجون الطماطم مع زيت الزيتون، وهي أيضا أكلة شعبية في فلسطين وفي بلاد الشام، حيث أن تناول زيت الزيتون مع رب البندورة أو الطماطم الطازجة كله كان يرتبط بانخفاض في مؤشرات ضغط الدم القباضي وضغط الدم الانبساطي والكوليسترول الكلي وتحسين الكوليسترول النافع وخفض الدهون الثلاثية وتحسين مؤشرات الدهون وتحسين مستوى الفوليك أسيد، والذي أيضا مهم جدا تحسين الفوليك أسيد لمنع خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، لأنه يرتبط بانخفاض مركب الهوموسيستين الذي يعني يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. فهذا يعني ذكرنا بقلاية البندورة التراثية والأكلة الشعبية المهمة التي أيضا تزيد من تناول أو استفادة من مركب اللايكوبين في جسم الإنسان نتيجة لوجود زيت الزيتون الذي يساعد في امتصاص مركب اللايكوبين الذي يرتبط بمنع الإصابة بسرطان البروستات عند الرجال. أيضا هذه الدراسة أظهرت أنه تناول زيت الزيتون أيضا الغني بالبوليفينولز كان أيضا يرتبط بتحسين الحالة الالتهابية وخفض كوليسترول الدم وتحسين الكوليسترول النافع مقابل الكوليسترول الضار. دراسة أخرى أيضا أظهرت أن تناول زيت الزيتون واستبداله بالزبدة بتر أدى إلى تحسن في مؤشرات الدهون والدهون الثلاثية والHDL والLDL كوليسترول، وكلها مؤشرات يعني تسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. مرض السكري والأمراض الأيضية أيضا علاقة وثيقة ما بين تناول زيت الزيتون وخفض الإصابة والوقاية من الإصابة بالسكري، وخاصة من السكري النوع الثاني، أو تحسين حالة مرضى السكري من النوع الثاني نتيجة لخفض المؤشرات الالتهابية والتأكسدية والتي ترتبط بمضاعفات المرضية لمرض السكري. بالتالي لابد من إدراج زيت الزيتون وخاصة زيت الزيتون البكر الممتاز الغني بالمركبات النباتية المانعة للتأكسد والالتهاب، لابد من إدراجه كجزء أساسي من غذاء مرضى السكري لتحسين الحالة الصحية. هذه الدراسة عبارة عن دراسة تتبعية، دراسة مقارنة منضبطة، أظهرت أن الذين كانوا يتناولون زيت الزيتون باستمرار كانوا أقل خطر لإصابة بالسكري بمقارنة مع غيرهم من الأشخاص الذين لم يكونوا يتناولوا زيت الزيتون على مدى سنوات. فهذه من الدراسات المهمة جدا التي نشرت قبل سنوات قليلة، أبرزت أهمية زيت الزيتون في وقاية من خطر الإصابة بمرض السكري. أيضا هذه أيضا دراسة مهمة نشرت في الجامعة اللي هي المجلة الطبية الأمريكية الشهيرة، أظهرت أن هناك انخفاضا ملموسا لدى الأشخاص الذين كانوا يلتزمون بحمية البحر المتوسط أو اختصار هنا الميديتيريان دايت، حيث تم تصنيف مدى الالتزام من خلال معيار رقمي الأقل التزاما كان يعطوا 0.3 طبعا حسب كمية ونوعية المواد الغذائية النمطية الشائعة في حمية البحر المتوسط، كما كانت أكثر كان السكور أو الرقم تاعهم أكثر، فالذين كانوا أكثر التزاما بالمكونات حمية البحر المتوسط وأهمها زيت الزيتون كانوا أقل خطرا لإصابة بنوع السكري من النوع الثاني. وأيضا وجدوا أنه أهم مؤشرات تحسنت عند الالتزام بحمية البحر المتوسط وأهمها زيت الزيتون مكونات زيت الزيتون كانوا أقل إصابة بممانعة الإنسولين resistance، كان وزنهم أقل، كان عندهم مؤشرات HDL أحسن، الالتهاب أقل، VLDL والLDL أقل. طبعا بس أبرز تأثير كان هو في تحسين الإنسولين resistance أي تقليل مقاومة الإنسولين لدى الأشخاص الذين كانوا أكثر تناولا لزيت الزيتون. دراسة أخرى أيضا طويلة الأمد أيضا أظهرت أن الذين كانوا يلتزمون بزيت الزيتون وحمية البحر المتوسط أيضا كانوا أقل خطرا لإصابة بسكري من النوع الثاني.
هذه المراجعة العلمية تظهر أهمية إدراج زيت الزيتون كغذاء أساسي لمرضى السكري من النوع الثاني، وكيف أن التزام مرضى السكري من النوع الثاني بتناول زيت الزيتون كان يرتبط دائما بتحسين مستوى الـ HbA1c وهو السكر التراكمي ومستوى فاستنج بلاد جلوكوز. بالتالي كانت النتيجة أنه لابد من إدراج زيت الزيتون كغذاء أساسي في مرضى غذاء مرضى السكري للوقاية من المرض أولا، ولتحسين حالة مرضى السكري من النوع الثاني، وتحديدا تحسين حالة الديسليبيديميا أو اضطراب الدهون الذي يعاني منه غالبا مرضى السكري من النوع الثاني، نظرا لما ذكرنا من احتواء زيت الزيتون على مركبات منع الالتهاب، منع التأكسد، منع لتراكم أو تخثر السباحة الدموية وغيرها من مشاكل الوعائية القلبية التي أيضا تكثر وتنتشر ما بين مرضى السكري من النوع الثاني. هذه دراسة مهمة أيضا أظهرت أنه إدراج زيت الزيتون في لدى حتى مرضى السكري من النوع الأول عندما كانوا يتم إعطاهم وجبة غذائية غنية بالسكريات الأحادية ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع، اللي هو احنا نعرف انه مرضى السكري مش لازم ياخذوا اطعمه غنيه بمؤشر السكري المرتفع الهاي جلايسيميك اندكس، وانه ينصح دائما بانهم يتناولوا ايش اغذيه ذات مؤشر منخفض. لكن وجدوا انه عندما تم اعطاهم الاوليف اويل بالرغم من وجود كميه عاليه من السكريات الاحاديه الا انه كان في تحسن في مستوى بلاد جلوكوز سكر الدم ومستوى الارتفاع في سكر الدم، كان الوقت اللازم لارتفاعه كان أطول، ما يعني أنه زيت الزيتون أسهم في تأخير ارتفاع سكر الدم بالرغم من وجود كمية عالية من السكريات، وهذا بالتالي مهم جدا في زيادة مقاومة اضطراب وتذبذب السكر لدى مرضى السكري من النوع الثاني، وبالتالي تحسين من ضبط السكر ومساعدة مرضى السكر على تجنب هذا التذبذب المؤذي والضار لمرضى السكري خاصة النوع الأول. بالتالي هذا مهم جدا بأنه إدراج زيت الزيتون لدى مرضى السكري النوع الأول والنوع الثاني. دراسة أخرى أيضا أظهرت هناك ارتباط مهم ما بين تناول زيت الزيتون عندما قارنوا زيت الزيتون مع العسل لإصابة ما يسمى الدايبتيك فود، كان عند تعريض مرضى السكري المصابين بداء القدم السكرية لزيت الزيتون والعسل كان تأثير العسل لا شك موضعيا أفضل من زيت الزيتون، لكن كان هناك كلاهما كان له أثر كثير أكبر بكثير من المعالجة الدوائية التقليدية الكنترول جروب، وبالتالي هذا أبرز أهمية إدراج العسل وزيت الزيتون في معالجة القدم السكرية لدى مرضى السكري. هذه دراسة الحوامل للإصابة بالجي دي أم سكري الحمل أيضا أظهرت أن النساء اللواتي كنا يلتزمنا باستخدام طبعا الدراسات المقارنة المنضبطة أنه النساء اللواتي التزمنا بتناول زيت الزيتون كل مؤشرات سكري الحمل كانت أفضل لديهن، وسكر التراكمي وارتفاع سكر الدم وغيرها المؤشرات كلها كانت أفضل مقارنة بالنساء اللواتي لم يتناولن زيت الزيتون خلال فترة الحمل. طبعا هم أضافوا لزيت الزيتون اللي هو البستاشيو اللي هو الفستق الحلبي، فتناول الفستق الحلبي مع زيت الزيتون لا شك أنه كان له هذه الدراسة دور مهم في تحسين مؤشرات السكر وأيض السكر لدى الأمهات الحوامل، وبالتالي تقليل من خطر الإصابة والوقاية من سكري الحمل لدى الأمهات الحوامل. بالنسبة للسمنة حقيقة لا نقول أنه زيت الزيتون لا يؤدي للسمنة، زيت الزيتون هو زيت وبالتالي غني بالطاقة وغني بالدهون. الشمس معدودة غابت، أنا بس أحتاج إلى أضوي الضوء بس ثواني. فلا نقول أن زيت الزيتون يمنع السمنة، وأنه لا هو غني بالدهون مثل أي نوع من أنواع الزيوت حقيقة. في ناس لازم أعملهم أدمت، أنا مش منتبه معذرة موضوع أدمشن، في ناس لازم أعملهم أدمشن، أنا مش مركز معذرة. كيف أعمل أدميشن؟ مش ظاهر عندي معذرة.
anyway. فنقول زيت الزيتون أنه لا يؤدي للسمنة، هو زيت يحتوي على كمية عالية من الطاقة، بالتالي نقول أنه لابد من استبدال أنواع الزيت والدهون بزيت الزيتون. وبالتالي زيت الزيتون وإن كان ليس له دور مباشر في خفض الوزن، إلا أنه مهم جدا في خفض العوامل الضارة والالتهابية الضارة والتأكسدية التي ترتبط بالسمنة وترتبط بزيادة الوزن، والذي يجعل من السمنة وزيادة الوزن من أهم عوامل الاخطار للإصابة بأمراض القلب والشرايين. بالتالي نقول أنه التزام بزيت الزيتون حتى لدى السمان، ولكن كبديل عن أنواع الزيت والدهون، مهم جدا في منع مفاقمة الآثار السلبية للسمنة على صحة الجسم. هذه دراسة أجريت في إسبانيا أيضا أظهرت دراسة مقارنة حول أثر تناول زيت الزيتون على الوزن من خلال مجموعة من دراسات، هي دراسة ميتا أناليسيس تحليل تلوي أو بعدي. أظهر أن الناس الذين كانوا يلتزمون بتناول زيت الزيتون كان لديهم أيضا كمية أو نسبة ارتفاع في الوزن أقل، وخطر أقل للإصابة بأمراض القلب والشرايين. لعل هذا يعزى إلى تأثير إشباعي لزيت الزيتون، وأيضا التأثير الإيجابي لزيت الزيتون ومكوناته على المؤشرات الالتهابية التي ذكرناها قبل قليل، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. دراسة أخرى أيضا على ما يسمى البوليمورفيزم أو الأنماط الجينية التي تختلف حسب طبيعة الجسم وتختلف من شخص إلى آخر، ولكن هذه الدراسة أظهرت أيضا أن هناك أشخاص أكثر انتفاعا واستفادة حقيقة من زيت الزيتون في تحسين مكونات الجسم بالمقارنة مع غيرهم من الأشخاص حسب طبيعة الجين وحسب طبيعة النمط الجيني أو الطراز الجيني لهؤلاء الأشخاص. زيت الزيتون والسرطان، نظرا كما ذكرنا لوجود كميات كبيرة من مركبات مانع الالتهاب والتأكسد والمركبات النباتية الطبيعية، فإن زيت الزيتون دورا مهما في خفض الإصابة بالسرطان من خلال عدد كبير من الآليات التي تقوم بها هذه المركبات النباتية الطبيعية، مثل ما يسمى تحسين أو تحفيز آلية الموت المبرمج أو الانتحار المبرمج للخلايا التالفة أو الخلايا المصابة بالسرطان، تقليل حدة تفاقم انقسام الخلايا وتكاثرها، تقليل من تراكم الأوعية الدموية التي تحفز نمو الخلايا السرطانية، وغيرها كثير من الآليات التي أظهرت الدراسات العلمية أنها ترتبط بتقليل خطر الإصابة بالسرطان. هذا ما كانت الدراسات العلمية التي أظهرت أن هناك ارتباطا سلبيا ما بين زيادة تناول زيت الزيتون وخفض خطر الإصابة بأنواع السرطان، خاصة سرطان الثدي، ولعل هنا يعني يمكن هذا الذي يعني كان مثار اهتمام بهذه المحاضرة لدى القافة الوردية، وهو أهمية زيت الزيتون في خفض الإصابة بالسرطان وتحديدا سرطان الثدي، باعتبار أنه هناك علاقة مهمة بين تناول زيت الزيتون وخفض الإصابة بسرطان الثدي بنسبة كبيرة، ولعلها من أقوى النسب، يعني لاحظوا التأثير معنوي جدا، أقل من 1 في 1000، ومستوى الانخفاض كان يعني كبير حقيقة بالمقارنة مع أنواع السرطان الأخرى. وبالتالي هذا بأكد على أهمية زيت الزيتون في وقايتي من خطر إصابتي بسرطان الثدي. هذه طبعا صورة شهيرة اللي هي الآليات ما يسمى أو العلامات الفارقة للسرطان، هولماركس أوف كانسر، كيف أن مركبات زيت الزيتون من خلال عدد كبير من الدراسات أظهر أن كل آلية من آلات السرطان مركبات زيت الزيتون لها دور مثبط لها، هي الآليات 9 و10 التي ترتبط بالتسرطن. أظهر دراسات مختلفة، هذا الرقم هنا رقم المرجع الدراسة، كل آلية من آلية السرطن 10 هذه 4 6 8 9 عفوا أظهرت مكونات زيت الزيتون من خلال مختلف الدراسات المخبرية على نبيب الاختبار والحيوان، أن لها تأثيرا إيجابيا في خفض هذه الآليات الالتهابية التي ترتبط بجميع أنواع السرطان. بالتالي هذا يؤكد على أهمية زيت الزيتون في الوقاية من السرطان. أهم أنواع السرطان التي أظهرت الدراسات أن لزيت الزيتون أثر إيجابي في خفضها، طبعا كلها دراسات في أنابيب الاختبار، سرطان الدم، لوكيميا، الكولون كانسر، البريست كانسر من أكثر الدراسات حقيقة التي أجرت عليها دراسات على البريست كانسر،
وأظهرت مكونات زيت الزيتون قدرة كبيرة في خفض الإصابة بسرطان الثدي. هذه مراجعة علمية لأثر حمية البحر المتوسط في خفض الإصابة بسرطان القولون والمعية المستقيم. وأظهرت أن هناك آليات عدة تم تثبيتها حقيقة بوجود زيت الزيتون، مثل الكوكس، تخفيض مركب التهاب الكوكس 2، المركب المهم الذي يرتبط بسرطان الثدي البي سي ال 2 وغيره مع السرطان وسرطان القولون ايضا، خفض معدلات الالتهاب، اندوثيليا جروث فاكتور، كل هذه قلت بشكل ملموس مع تناول زيت الزيتون، بالتالي هذا يفسر الانخفاض في الاصابه بسرطان القولون لدى سكان حميه البحر المتوسط الذين اظهر دراسات انهم اقل اصابه بهذا النوع من السرطان وسرطان الثدي ايضا بالمقارنه مع غيرهم من سكان اوروبا وسكان المناطق الاخرى الذين يتناولون الحميه الغذائيه الغربيه. هذه الدراسه ايضا اظهرت على مستوى التاثير الجيني كيف انه تناول زيت الزيتون ادى الى تغير في التعبير الجيني لعدد كبير من البروتينات المرتبطه بالاصابه بالسرطان بدون تفاصيل يعني، ولكن هذه كلها عباره عن بروتينات مرتبطه بالسرطان كلها انخفضت بشكل مباشر مع تعريض هذه الجينات لمركبات زيت الزيتون. هذه دراسة أيضا مهمة تم فيها استخدام زيت الزيتون لمعالجة مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيماوي، وكيف أن استخدام زيت الزيتون توبيكالي في منطقة الفم يتعرضوا مرضى السرطان الذين يتعرضون للعلاج الكيماوي يصابون بحالة تسمى الأورال ميكوسايتس اللي هو التهاب زوايا الفم نتيجة للتعرض للكيموثيرابي. كانوا يستخدموا صوديوم بيكربونات كعلاج تقليدي، لكن هنا استخدموا زيت الزيتون فكان هناك انخفاض كبير في مستوى الميكوسايتس التهاب في الفم، التهاب الأغشية المخاطية في الفم نتيجة لاستخدام زيت الزيتون كبديل عن الصوديوم بيكربونات. هذه دراسة مهمة وجدت على الأطفال المصابين I think باللوكيميا، أظهرت أنه زيت الزيتون كان دهور مهم في تحسين حالة مرضى لوكيميا الذين يتعرضون لالتهاب الأغشية المخاطية في الفم نتيجة لتعرض للعلاج الكيماوي. الكثير حقيقة من الدراسات تظهر العلاقة الوطيدة ما بين تناول زيت الزيتون من خلال عدد كبير من الآليات والدراسات الخلوية والجينية تظهر أثر إيجابي لتناول زيت الزيتون على خفض الإصابة بالذات بصراحة أيضا سرطان القولون المعي المستقيم. أكثر الدراسات التي ركزت على سرطان الثدي وسرطان القولون المعي المستقيم بمقارنة ما بين تناولي وعدم تناولي زيت الزيتون لدى مختلف السكان. قبل مما منتهي، زيت الزيتون وصحة الدماغ ومرض الشيخوخة، ذكرنا سابقا أنه زيت الزيتون ومركباته النباتية الطبيعية مهمة في خفض آليات التأكسد والالتهاب، وأيضا في خفض المركبات المرتبطة بالإصابة بالألزهايمر مثل مركبات الكوكس 1 كوكس 2 ذكرناها قبل قليل، خفض تحسين مستوى الإنسولين وخفض مقاومة الإنسولين، مركبات التاو بوليمرايزيشن التي ترتبط بإصابة بحصول الألزهايمر والخرف مرض الشيخوخة، تايروسول كلها مرتبطة بآليات إيجابية تقلل من خطر الإصابة بالخرف والألزهايمر. منسجات بحثية الآن تركز، حتى يعني أنهي المحاضرة أنا أطلع نظرة، تركز الآن على دور زيت الزيتون في تحسين محتوى الميكروبي للقولون أو الأمعاء الغليظة عند الإنسان، وكيف أن تناول زيت الزيتون يحسن من طبيعة ونوعية الميكروبات الموجودة في أجسادنا، وبالتالي التي تؤثر بشكل مباشر حقيقةً في الكثير من الحالات المرضية مثل الأمراض الالتهابية وأمراض القلب والشرايين والسمنة وغيرها من الأمراض، مع خلاف طبعا هل هي السمنة ناتجة أو أنها سبب في التغير في المحتوى الميكروبي. في المحصل أن هناك علاقة وثيقة بين المحتوى الميكروبي في الأمعاء وما بين الأمراض المختلفة المزمنة والحادة، وبالتالي هنا يبرز دور زيت الزيتون وغيره من الأطعمة الصحية في تحسين نوعية الميكروبات أو البكتيريا النافعة بالمقارنة مع البكتيريا الضارة في جسم الإنسان، وما لها من دور مهم في تحسين وظائف الكبد وتحسين عمل القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والأمراض الالتهابية. يعني أنا يعني سأضطر أني أتجاوز بعض السلايدات الكثيرة حقيقة وضعتها، بس هنا دراسة مهمة حقتنا حول أوراق الزيتون والدعاوى والدعاءات الكثيرة حول أوراق الزيتون، وأنها
تعالج وأنها تشفي من السكري. نقول أوراق الزيتون مهمة ومفيدة وغنية بالبوليفينولز ولها كثير من الفوائد الصحية، ولكنها تبقى مساندة ومساعدة، لا يمكن استخدامها كبديل عن أدوية السكر. ومرضى السكري لا يمكن لهم الاعتماد فقط على أوراق الزيتون لسبب بسيط أيضا، أنه كما أن لها تأثيرا إيجابيا هناك تأثيرا سميا محتملا نتيجة لوجود مركبات أخرى لم يتم تحديدها حتى اللحظة في أوراق زيت الزيتون، وقد يكون لها تأثيرات سمية، وحتى الآن لا يمكن ضبط المكونات النافعة في أوراق زيت الزيتون التي تختلف حسب نوع الشجرة وطريقة تكاثرها وإكثارها ورعايتها وطبيعة جينية للشجرة وغيرها من العوامل التي تؤثر على محتوى الأوراق من المركبات النباتية الطبيعية النافعة والضارة المحتملة التي قد تحتوي على بعض المركبات التي يعني لا ينصح بها. الكمية المصى بها من زيت الزيتون، معظم الدراسات أشارت أنه الكمية الأقل التي كان يظهر معها التأثير هي 10 جرامات. لو نظرنا إلى وزن زيت الزيتون نجد أن الملعقة الواحدة من زيت الزيتون ملعقة الطعام الكبيرة تزن 13.3 جرام، مش 15 جرام طبعا، أقل من الماء باعتبار أنه كثافة الزيت أقل من كثافة الماء، ف 13.3 جرام ملعقة الواحدة من زيت الزيتون. الآن التوصية العلمية كان ذكرنا أنه الكمية الأقل من 10 جرامات لم يكن يظهر لها تأثير إيجابي، وكل ما كانت الكمية تزيد عن 10 جرامات كان هناك تأثيرا مضاعفا. بالتالي لو نظرنا إلى كمية زيت الزيتون المتناولة، لو قلنا أن الشخص يتناول ملعقة زيت زيتون واحدة في اليوم، هذا يعني أنه يتناول في السنة تقريبا 5 كيلوغرام من زيت الزيتون. إحنا حقيقة بحاجة أن نتناول 4 ملاعق من زيت الزيتون يوميا، هذا الحد المثالي. لا نقول طبعا في توصية علمية، هذا كلام مستنتج من دراسات، من خلال الدراسات التي قارنت كميات تناول زيت الزيتون، فكان كل ما زاد عن 10 جرام كل ما كان تأثير أفضل، وبعضها وصلت إلى 40-30 جرام. بالتالي إذا نقول أن الشخص يعني إذا تناول ما معدل 4 ملاعق في اليوم، هذا يعني أنه تناوله في السنة تقريبا سيصل إلى قرابة 20 كيلوغرام في السنة، يعني تقريبا تنكة وربع تقريبا في السنة للشخص الواحد. فالإشكالية أن هذا الكم كبير، وزيت الزيتون غالي وباهظ الثمن ويسمى الذهب الأخضر لدى البعض أو الأصفر المخضر. بالتالي نقول أنه الدراسات العلمية تشير إلى أن هذه الكمية هي الكمية المثلى، فكل ما استطعنا أن نزيد من زيت الزيتون، ولكن مرة ثانية وهو عاشرة نزيد على حساب أنواع الزيوت والدهون الأخرى، وليس زيادة إضافية مضاعفة، إنه بالآخر هو زيت إذا تناولناه بإضافة للشحوم والزيوت الأخرى ما إحنا لم نستفد شيئاً، إنما هو بديل عن أنواع الزيوت الأخرى نستخدمه في غذائنا اليومي. كيف نزيد من تناول زيت الزيتون؟ استخدامه في الطبخ، القلي السطحي وليس القلي العميق، إضافته على السلطات والمتبلات، استبداله بالسمنة والزبدة في تحضير أطباق الطعام. وشكراً لحسن استماعكم وإنصاتكم، وجزاكم الله خيراً، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأرجو المعذرة على هذه الإطالة. وشكرا على صبركم وتحملكم. طبعا يعطيك العافية دكتور معز الدين على هذه المحاضرة المفيدة. طبعا نحن دائما ما نسمع عن فائدة زيت الزيتون للصحة بشكل عام، ولكن الكثير قد يجهل دور وفعالية زيت الزيتون في تعزيز الصحة الجسدية، خصوصا للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة والسرطان. وفعلا تناولت المحاضرة معلومات شاملة، بداية عن مركبات هذا الزيت والبحوث العلمية التي حضرتك عرضتها علينا التي تؤكد فائدة زيت الزيتون. يعطيك ألف عافية دكتور. الله عافيك وبارك فيك. يعني أنا لا يفوتني حقيقة، يعني قبل أن أنهي محاضرتي وقد رأيت أستاذي الدكتور حامد تكوري شرفني في هذه المحاضرة، أشكر له حضور وتواجده، ويعني أقول له جزاك الله عني كل خير. دكتور حامد تكوري أستاذي الذي أتشرف بالتلمذ على يدي في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، حقيقة كان هو ملهمي حقيقة لدراسة زيت الزيتون، وكان أول عرض لي في مادة الدكتوراه في الأغذية الوظيفية كان حول زيت الزيتون، فجزاه الله عني خير الجزاء وبارك الله فيه وأطال عمره. وأتمنى إذا كان يمكن الأستاذ الدكتور حامد تكوري يتشرف بكلمة، يشرفنا بكلمة في هذه المحاضرة، أكون شاكر وممتن له، لنستفيد من علمه ونسمع يعني غيضا من فيض علمه في هذا المجال، وهو أستاذنا كبير والمختص في زيت الزيتون. إذا أمكن الدكتور حامد تكوري تفضل كلمة لك، أكون شاكر لك.
كيف أعمل أنميوت عفوا؟ هل في طريقة لعمل أنميوت؟ أستاذ نعم، احنا نحاول نعمل له هو اي ميوت، لكن تسمح ربما هو يعني لا يسمعنا. كيف يوجد تعمل له أنميوت؟ احنا عملنا اي ميوت لكن ربما هو لا يسمعنا او عنده مشكلة بالمايك لظرف ما. دكتور حامد لعله خير إن شاء الله. يعني هو الآن بس أنا بظهر عندي ميوت، لساته عندي بظهر عندي لساته ميوت يعني. نعم احنا نحاول من طرفنا لكن ما ينفتح، يعني ممكن عنده مشكلة بالمايك او مش شابك بالمايك معانا. يمكن لعله خير، لعله خير إن شاء الله. تفضل إذا في أي سؤال إن شاء الله حاضرين. اذا حضورنا حاب يسأل اي سؤال ممكن يفتح المايك ويتفضل. السلام عليكم ورحمة الله، معكم السلام نفيس. ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياكم الله. بس كنت حابة أعرف على الزيتون مع آلام الأطراس، يعني كان سمعت معلومة كده زيت الزيتون مع مسحوق القرنفل ويضعوه على الضرس يخفف الألم، بس حابة أعرف المعلومة دي صحيحة ولا؟ والله أنا أعرف المعلومة بالممارسة الشعبية عن القرنفل، باعتبار القرنفل نعم معروف أن القرنفل فيه مواد مسكنة للآلام، وبعض المستحضرات الأسنان مواد معالجة الآلام السنية مشتقة من القرنفل. ما عندي أي فكرة كدليل علمي، ولكنها ممارسة مجربة ومعروفة في الطب الشعبي التقليدي وتؤتي أكلها وثمارها. لعله إضافة زيت الزيتون باعتبار أنه زيت الزيتون دائما مادة حاملة للمواد الدهنية العطرية والمواد الفاعلة، ولكن لا علم لي حقيقة بوجود دليل علمي على هذا الأمر، إنما يعني مثلي مثلك حقيقة في هذا الموضوع كممارسة شعبية، ولكن كدليل علمي حقيقة لا علم لي به. في سؤال، تعريض زي الزيت للحرارة وأنه منخفض في درجة تحمل الحرارة، كيف ممكن نستخدمه أثناء الطبخ؟ نعم، هذه نقطة طبعا متوقعة، كنت أنا حتى أفكر أني أنا أتكلم عنها، للتفريق حقيقة ما بين أشكال استخدام زيت الزيتون في تحضير الأطعمة. لعل أشرت استخدام زيت الزيتون في القلي السطحي وليس القلي العميق، وهنا لابد من التفريق ما بين القلي السطحي والقلي العميق. القلي السطحي ينصح حقيقة باستخدام زيت الزيتون في القلي السطحي، وهنا نقصد بالقلي السطحي اللي هو القلي الذي أول شيء يتم فيه استخدام كمية قليلة من الزيت، القلي الذي يتم فيه تعريض أو غمر جزء من المادة الغذائية وليس كل المادة الغذائية بالزيت، القلي الذي يستخدم درجة منخفضة من الحرارة نسبياً إذا ما قورنت مع درجة الغلي أو عفوا حرارة القلي العميق مثل قلي الفلافل وقلي البطاطس. ومدة القلي أيضا تختلف، وهي أقل بكثير في القلي السطحي مقارنة مع القلي العميق. بالتالي نقول استخدام زيت الزيتون في القلي السطحي اللي هو في كمية أقل من الزيت وفي درجة حرارة أقل وفي مدة قلي أقل، هذا الاستخدام ينصح به، ينصح باستخدامه باعتبار انه هذا الزيت مثل قلي البيضه، قلي عفوا البندوره، قلي الجبنه النابلسيه، وليس قلي البطاطا والباذنجان والفلافل. لا ينصح حقيقه باستخدام زيت الزيتون بقلي العميق اللي هو البطاطا مثلا الفلافل والباذنجان، لانه بالمحصله في النهايه وإن كان زيت الزيتون هو أكثر أنواع الزيوت مقاومة للتأكسد وأكثرها ثباتا نسبيا مقارنة بغيرها من أنواع الزيوت، وأقصد هنا الثبات الحراري ضد التأكسد باعتبار أنه يحتوي على كمية عالية من مواد مانعة التأكسد، هذا الثبات لا يعني بأي حال من الأحوال أن زيت الزيتون أصبح سوبر أويل أنه يقاوم حتى التأثير السلبي للحرارة العالية للقلي. لا، هو زيت سيتأثر سلبا بالقلي، ونحن نعلم أنه زيت القلي كل ما تكرر يصبح مع الوقت الزيت غير صالح للاستهلاك، وبالتالي قد نتخلص من كمية من زيت الزيتون ونخسرها أو نتلفها، وبالتالي هذه خسارة مادية أولا بالدرجة الأولى
هذا الزيت ثمين يسمى الذهب الأصفر أو الأخضر لدى البعض، وبالتالي احنا قاعدين نخسر ذهب حقيقة إذا استخدمناه بالقلي العميق، وثانيا أنه لن نستهلك هذا الزيت إذا يعني لن نستفيد منه في المحصلة، فهي خسارة صحية وخسارة مادية. لكن في القلي العميق لا، في القلي العميق أنا ممكن آكل الملعقتين الزيت الزيتون أو الثلاثة اللي بضيفهم على البيضة، بالآخر ممكن أنا أتناولهم مع الخبز مع البيض، وبالتالي أنا أكون استفدت من هذه الكمية من زيت الزيتون ولم أخسرها. بالتالي هنا أهمية التفريق ما بين القلي العميق والقلي السطحي، ننصح باستخدامه في القلي السطحي لزيادة تناول زيت الزيتون. الآن هو موضوع التبخر هنا أو خروج الغازات ليس ما يسمى اللي هو درجة تدخن أو سموك بوينت. هامش سموك بوينت لما يكون الزيت قديم بالعادة عند تعرضه للحرارة تتطاير الزيوت الحرة في كمية الفري نسميها فاتي أسيدز عالية كل ما كان الزيت قديم، فنجد أنه بسرعة تتطاير الأبخرة البيضاء، نظن أنه هي سموك بوينت. لا، مش سموك بوينت، هي عبارة عن تطاير لأنواع من الأحماض الدهنية الحرة لأنه هذا الزيت نسبيا بيكون قديم. أما إذا كان زيت جديد حقيقة فلا يحصل هذا التطاير باعتبار أن كمية الزيوت الحرة قليلة في هذا الزيت الطازج أو الجديد، وبالتالي نقول لا إشكالية حقيقة في تناول زيت الزيتون. مرة أخرى نؤكد على أنه الإشكالية في تعريضه للحرارة العالية لدرجة لمدة طويلة وبكميات كبيرة كما يحصل في القلي العميق، هذا الذي لا ننصح به ولا يعني يحبذ. هل تتغير القيمة الغذائية؟ لا تتغير طبعا القيمة الغذائية. المركبات الفينولية تتأثر بالحرارة ولا تتأثر بالبرودة، تتأثر بالحرارة ولا تتأثر بالبرودة. هذا سبب آخر أنه المركبات الفينولية النافعة عند حرارة عالية ممكن يعني أن تتطاير أو تتكسر بعض المركبات عند الحرارة العالية التي طبعا تزيد مع زيادة الحرارة كما في القلي العميق. أما التبريد والتجميد لا، لا يضر ولا يؤثر. هذا كان تخزين فترة طويلة، يجب أن نستهلك زيت الزيتون بمدة لا تتجاوز السنة ونص حتى نجني الفوائد الصحية لزيت الزيتون، وهذا ذكرته في مقدمة المحاضرة أنه حتى نستفيد من زيت الزيتون لا بد من إيش، من تناوله في فترة لا تتجاوز السنة، لا نقول الغذائية صحية مرتبطة بالمركبات الفينولية النافعة الماء التأكسد كلها تنخفض مع زيادة الوقت. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. أي سؤال آخر؟ تفضل. ما في سؤال؟ في برضو سؤال لو سمحت دكتور، يقول يعني سمعت معلومة إنه زيت أقرب الزيوت لزيت الزيتون زيت السمسم، يعني بالمثل إذا أنا احتجت زيت الزيتون وما لقيته يعني أقرب زيت له زيت السمسم، غريب له في المكونات. ألو، السلام عليكم. صوت مقطع مش واضح. ألو ألو، السلام عليكم دكتور. السلام عليكم، تفضلي. يعني أنا يعني قريت معلومة إنه زيت الزيتون أقرب زيت من الزيوت الأخرى لزيت الزيتون هو زيت السمسم، يعني ممكن يكون بديل لزيت الزيتون، وشكرا. لا، شكرا لك. لا حقيقة ليس بديلا ولا يمكن أن يكون بديلا. زيت السمسم مغذي مفيد وصحي، نسميه زيت السيرج، ولكنه ليس بديل حقيقة. لا شيء يغني عن زيت الزيتون، لا يوجد أي زيت يشابه في مواصفاته زيت الزيتون، ولو شابهه في الجانب المادي فلن يشابهه في الجانب المعنوي. وأنا ذكرت في البداية أن زيت الزيتون له قيمة معنوية قبل القيمة المادية، إذ خصه الله عز وجل بالذكر في القرآن الكريم، ذكره ربنا عز وجل في 7 آيات في كتابه الكريم، ووصفه الله عز وجل بوصف البركة، وخصه بالذكر في آية النور مع 5 مرات
لكلمة النور أو نور، وهو وصف نور الله عز وجل. هذه الصفة لا تتوضح لأي زيت آخر على وجه الأرض، فبالتالي لو شابهه في المحتوى فلن يشابهه في البركة والخير، وبالتالي لا من الناحية المادية ولا من الناحية المعنوية يمكن لشيء أن يشابه زيت الزيتون. لعل الأستاذ الدكتور حامد موجود معنا، يمكن الآن بإمكانه الحديث، يشرفنا بكلمة حول زيت الزيتون. طبعا بس هو أستاذنا في هذا الموضوع. دكتور حامد إذا تسمعنا. إنه أنا ميوت دكتور حامد، أتوقع ممكن إمكانه يتكلم. الدكتور حامد ينضم إلينا من جهاز آخر، لربما الآن يشتغل معه الصوت. أستاذ حامد، إذا ممكن تفضل تتكلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حامد، حياكم الله. بتأسف كان في عندي مشكلة في المايك. نعم. حاولت أنتقل لجهاز آخر. بداية أنا فخور بتلميذنا الدكتور معز. حقيقة نحن فخورون بتلامذتنا، بخريجينا الذين يعني يتابعوا العلم، وأنا فخور جدا بالمراجع الحديثة التي تناولها الدكتور معز. أتمنى له كل توفيق، والحقيقة يعني أثلج صدري في كلامه عن زيت الزيتون، هذا الزيت الذي يعتبر بحق الزيت الصحي رقم واحد عالميا. كان هناك في نهاية أو يعني في السبعينات والثمانينات دعايات ضد زيت الزيتون لصالح زيت الذرة وزيت الصويا وسواها من الزيوت النباتية، ولكن سرعان ما ثبت أهمية زيت الزيتون وأنه الزيت الصحي رقم واحد. الحقيقة الدكتور معز وفى وكفى، ولكن لي ملاحظة لو سمح لي الدكتور معز، هي أن القلي بزيت الزيتون واستعمال زيت الزيتون بالإضافة إلى استعماله المعروف في بلادنا في بلاد الشام ني، يعني يستعمل طعام ني مستساغ جيد، وهو الزيت الوحيد الذي لا يتعرض إلى التكرير الصناعي، وإنما يحصل عليه عن طريق العصر الميكانيكي بدون أي معاملات تضر بقيمته الغذائية. الحقيقة يعني العرف عندنا في بلاد الشام أننا نقلي بالزيت ونأكل الزيت مع المادة، مع الخضرة أو مع البيض أو مع أي شيء يقلى به. مشكلة زيت الزيتون الظاهرية أنه يدخن إذا كلي به واستعمل لمدة طويلة، يعني مش معقول نقلي فلافل نستعمل نفس الزيت لثلاثين مرة أو أكثر أو أقل، طبيعي مثل أي زيت آخر يتلف. ولكن الزيوت الأخرى اللي هي بولي أنساتشوريتد عديدة اللا إشباع أكثر من زيت الزيتون، هو وحيد اللا إشباع، الزيوت عديدة اللا إشباع عرضة للتلف والضرر أكثر عندما نبالغ في القلي فيها. ولكن زيت الزيتون أنا أقول معه جهاز إنذار ينبئ الذي يستعمله إذا قلى فيه إنه أنا ماني صالح. زيت الزيتون هيك بحكي، أنا غير صالح إنك تقلي فيه قلي عميق ولمدة طويلة. وبالتالي نحن ننصح أن نتناول زيت الزيتون نيئا ونقلي به دون أن نبالغ في مرات القلي. ولا أستطيع أن أضيف على ما قاله الدكتور معز، وفقه الله وجزاه الله خيرا. جزاك الله خير دكتور حامد، أستاذنا الكبير، بارك الله فيك. وهذه بضاعتكم ردت إليكم، وهذا بعض ما عندكم، وجزاك الله خير أستاذنا على الإضافة وعلى التعليق القيم، بارك الله فيك. مهما كبرنا نبقى تلاميذك ونبقى نتعلم منك. الله أكيد شكرا. الله يحفظكم ويعطيك الصحة والعافية على هذا التواضع. الله يحفظكم دكتور حامد، الله يحفظكم ربي. أبرز أتشرف بوجود أستاذتنا الكريمة الفاضلة دكتور أمينة مرزوقي عميدة كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة، برضه شرفتنا في هذه المحاضرة، فجزاها الله خير على حضورها.
ترى أمينة إذا تحب تفضلي بأي إضافة وتعليق برضه تفضلي، نتشرف بحضورك معنا. جزاك الله خير دكتور معز، وشكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة وعلى هاي المعلومات اللي حقيقة كل أفراد المجتمع محتاجين لها، مش بس ربة البيت أو الناس اللي يشرفون على الطبخ. أنا أول شيء آسف أني أنا just join you لأن كان عندي اجتماع حقيقة ما الله خلصت يعافيك، إلا متأخر، الله الله يعافيك. يعينك. وأنا سألت سؤال يمكن الدكتور حامد مشكوراً جاوب يمكن عليه، بس أنا حقيقة الحين في الفترة الحالية أجد في السوق كثير من زيت الزيتون كتب عليه أنه صالح للقلي والطبخ والحلويات والأمور هذه كلها. يعني في الأول ما كنا نشوف هذا النوع من زيت الزيتون في الأسواق، ولكن الحين موجود، وموجود منه عضوي أيضاً. ف يعني انا من الناس اللي ما استخدم الا زيت الزيتون في الطبخ، ولكن ايضا احرص انه هو فعلا ما مثل ما تفضل الدكتور حامد اني ما اخليه يدخن، يعني اطبخه على البارد، يعني حتى لما احط المواد الغذائيه فيه لازم يكون بارد، ما اسخن الزيت. ولكن شنو طبيعه هذا الزيت اللي الحين متواجد في السوق اللي هو عضوي وقابل للقلي وأيضا غير عضوي؟ شكرا جزيلا، جزاك الله خير ويعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور أمين، بارك الله فيك. والله إذا دكتور حامد بحب يعني تفضل بالتعليق أو الرد على سؤال دكتور أمينة، إذا في أي إضافة دكتور حامد. شكرا شكرا أخي. حقيقة زيت الزيتون كما هو منتج في الأردن مثلا أو فلسطين يمكن أن يكون كل عضوي، وينطبق عليه تعريف أنه زيت عضوي، لكن هناك مشاكل كثيرة في إنتاج زيت الزيتون. هناك مشاكل كثيرة، يعني أي زيت ممكن يكون عضوي في بلادنا، ممكن يكون عضوي، ظروف إنتاجه هي ظروف إنتاج الطعام العضوي، ولكن إذا تخمر الزيتون، إذا كمر في كياس بلاستيكي قبل أن يصل الماء، قبل أن يبدأ عصره، عادة بيكون هناك في ضغط في المعاصر على الزيتون على العصر، وبالتالي بتلف الزيتون. كذلك خلط الثمار السليمة بثمار مصابة بالحشرات أو مثلا أصبح يعني نزلت على الأرض وتلوثت، هذا يجعل منه غير عضوي وغير مستساغ. حقيقة اللي بتذوق الزيت وعنده خبرة في تذوق زيت الزيتون يستطيع بالتقييم الحسي أن يدرك أن هذا الزيت في شيء خطأ، وبالتالي أي زيت إذا في مثل عام بيقول من الشجر للحجر، إذا أخذنا الثمار طازجة وعصرناها دون أن تمكث في أكياس بلاستيكية، إذا خزننا الزيتون إذا خزننا الزيت بعد عصره خزنا جيدا فإننا نحصل على زيت ممتاز. دكتور معز حكى أنه يعني حتى سنة ونص، ولكن قد يكون حتى أكثر إذا كانت ظروف الخزن جيدة، غير معرض للحرارة، غير معرض للضوء. ولذلك يعني كلمة إنه زيت عضوي أو زيت يعني إكسترا فيرجن، هذا يعتمد على ظروف إنتاجه وتخزينه بالدرجة الأولى. وشكرا. شكرا دكتور حامد، جزاك الله خير. لا أضيف على ما تفضل الأستاذ في موضوع العضوي وغير عضوي، ولكن ما يتعلق بالسؤال الدكتورة أمينة حول استخدام أو تسويق هذا النوع من الزيت على أنه زيت زيتون للقلي، حقيقة يعني هذا أمر مستغرب، يعني أرجح أنه قد يكون هذا الزيت قد عولج أو قد خلط بأنواع أخرى من الزيت بحيث أنه يصبح أكثر سهولة أو يسرا أو تقبلا الاستخدام في القلي العميق، ولأنه الأصل كما ذكرنا الأصل أن لا يستخدم
بالقيد العميق. طبعا انا معقب على كلام سيد حامد ايضا، ولا خلاف ولا اتفاق، يعني متفقين على انه القلي السطحي الشالو فراينج ينصح به كما تفضل استاذي، وذكرت ذلك ايضا انه بالمحصله سيتم تناول هذا الزيت، اما القلي العميق فلا ينصح به لانه في المحصله سيؤثر سلبا على الزيت مهما كان قدرة الزيت على مقاومة التأكسد بفعل الحرارة العالية. بالتالي أشك، جوابي على السؤال، أشك أن هذا الزيت هو زيت من نوع إكسترا فيرجن أوليف أويل، قد يكون على الأرجح زيت مخلوط بأنواع أخرى من الزيوت أو معالج بطريقة معينة بحيث أنه يمكن استخدامه في القلي العميق، وإلا فلا ينصح باستخدام الزيت في القلي العميق. أنا لكن أنا يعني السؤال أثار فضولي أن أبحث وأنظر لعلي أجد هذا النوع من الزيت في السوق وأشوف بالضبط ما هو ما هي طريقة التحضير أو تصنيع أو ما هي خصائص هذا الزيت الذي يدعى أنه للقلي الذي أشك أنه من النوع الإكسترا فيرجن أوليف أويل. الله أعلم. دكتور معز، في عندنا إمكانية في الكلية في المختبر بتحليل الزيت يعني لمعرفة نقاوته أو معرفة إن كان مضاف إليه زيت آخر مثلا يتحمل حرارة؟ نعم دكتورة أمينة، حقيقة في يعني معايير الجودة مختلفة، أهم معيار الجودة هو الحموضة كحموضة، يمكن قياسها بكل بساطة حتى مختبرنا دكتور رياض دكتور طارق في مختبر فود أناليسز اللي هي ممكن حل الأسيد فاليو البروكسايد فاليو الأيودين وغيرها. ولكن إذا بننظر للجانب المتعلق بمحتوى الزيت من الأحماض الدهنية الذي يعكس إلى حد ما، طبعاً أحد طرق الكشف يعكس محتوى الزيت من الأوليك أسيد، طبعاً باستخدام الجي سي، أن الجهاز الجي سي موجود في مختبرات السمر في الشارجة انستيتوت أوف ميديكال ريسيرش. هذا الجهاز نعم بيعطينا فرز لأنواع الأحماض الدهنية الموجودة، وبالتالي يمكن من خلالها تحديد إذا ما كان قد أضيف له أنواع أخرى من الزيوت مثل الزيوت النباتية الأخرى، لأن في المحصلة ستؤثر على ما يسمى الليبيد بروفايل أو الفاتي أسيد بروفايل للزيت الزيتون، وبالتالي يمكن الكشف عن وجود الخلط أو الغش باستخدام هذه الطريقة أكيد. فنعم متاح. نعم. عفوا الله يسلمك بارك فيك الله عافيك. طيب حتى ندرك صلاة المغرب، فيعني أشكر الجميع على الحضور وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأشكر مرة أخرى الأستاذ الدكتور حامد التكوري وأستاذتنا الفاضلة الدكتورة أمينة المرزوقي على هذا الشريف بحضور المحاضرة، ولجميع الأخوة والأخوات والزملاء والزميلات اللي شرفونا الحضور، وشكر مرة أخرى للقافلة الوردية تنظيمها لهذه الفعالية. جزاكم الله خير جميعا، شكرا لكم، وإن شاء الله نلقاكم جميعا على خير وعافية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور، وهذا كان شرف لنا على هذا أن احنا حضرنا واستفدنا من هذه المحاضرة القيمة، يعطيك العافية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله ومحاضرة مفيدة أخرى لمرضانا والحضور. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً. أدخل إن شاء الله قريباً. شكراً لك دكتور معز. حياكم الله، حياكم الله، أهلاً وسهلاً بكم، حياكم الله. مين معنا عفواً؟ أنا الأستاذ زهير قيسية. أهلاً دكتور أستاذ زهير، أستاذ العزيز، أهلاً أستاذ زهير، حياك الله. حياك الله أستاذ زهير، حياك الله، شرفتنا. أستاذي من فلسطين. والله أنا أحضر المحاضرة بس من أول كنت مشغول أكرمك الله. احنا اهل الزيت النهار يقولون عنا زيت الشمال وزيت الجنوب. حياكم الله استاذ زهير، اهل الخليل، اهل الظاهريه، اصحاب الزيت. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا زيت الشمال يبدو الناحيه تبرون حسب البي اتش له اقل، احنا البي اتش يبدو مرتفع شوي. بس لا يبقى اكيد اصلي زي اصحابه. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم، حياكم الله، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم.